2003 حصلت هجوم حكومة سودانية وميليشياتها هجمت قريتنا صباحا وحرقت منزلي تماما وقتل شقيقي. كنت حجرت في شمالية بشتغل كان في داب سابقا مش اشتغلت في الداب. لقيت الميليشيات فتاة كجب في الشمالية جاني وجال دراج وفرضوا لي دراج باعث الندفع لهم فكنت طلبت منهم التخفيض فرفض وجوليتهم تمروا وقال لي ليه تحترف وبيجي يضربوني بأيديهم ورجلهم وسيتان فما لقوا النهاية وقبلوا مشوا أخذ بنتي في طريق المدرسة ضربوهم واتسروا طبعا هي يتيمة أم ذاته قتلوها في دارفور. طبعا قال لي بنتي لو ندمت كلمة وريت لأبوك أن تصبوا قال أنت وصلتك لكم